أهلا وسهلا فيكم، معاكم فرح الحميضي، واليوم بقدم لكم بعض النصائح المهمة للي ناوي يصمم مطبخه، خاصة المطابخ الصغيرة. مو ضروري أن الواحد يعتقد أن إذا المطبخ صغير ما أحتاج أصممه بنفس النمط أو نفس الطريقة إذا كان مطبخ كبير. بالعكس، المطابخ الصغيرة ممكن تكون جدا جميلة إذا مشينا على النصائح اللي راح أقدم لكم إياها الحين. أول شيء حاولوا تختارون ألوان فاتحة، لأن دائماً والكل يقول والكل عارف أن الألوان الفاتحة تعطيني شعور أن المساحة أوسع وأكبر، لكن لا تطيحون بفخ أن إذا أنا بختار لون فاتح فمطبخي كله يكون نفس اللون. بالعكس، دائماً أحب أن ننوع بالتشطيبات، ننوع بالتكستشرز، أن يكون عندي شيء يلمع، شيء مطفي، شيء أخضر فاتح، شيء أبيض فاتح، بس نبتعد عن الألوان القامجة جداً. فأول نصيحة، اختاروا ألوان فاتحة، ومو غلط انه يكون عندنا اكثر من لون في مطبخنا. النصيحة الثانية اللي احب اقدم لكم اياها، لما تقررون انكم تختارون بعض التشطيبات في المطبخ، حاولوا ان يكون عندكم تشطيب او تشطيبين يعتبرون مسطحات او اسطح لامعة عاكسة، يعني يكون مثلا سيراميك جلوسي، بيبان المطبخ تكون لامعة، نقدر نحط بعض الزجاج، بعض المرايات، لان الاسطح اللامعة تعكس الضوء، وكل ما صار عندنا وجود للضوء اكثر في المساحة، كل ما حسينا المساحات اكبر وأوسع وأكيد أشرح. مثل نصيحة الأسطح اللامعة، حلو أن ندخل بعض البيبان اللي تكون جزاز شفاف، لكن إذا كنتم من الناس الغير منظمين وما عندكم القدرة أن القطع تكون ظاهرة بشكل جميل، أنصح أنكم تبتعدون عن بيبان الزجاج الشفافة، لأن إذا الأغراض اللي داخل الكبت ما كانت مرتبة راح تحس أن المكان أضيج، لأن كل ما زادت أغراضنا وكل ما كانت بطريقة غير منظمة راح نحس المكان أضيج وأصغر، وإحنا نبي نتفادى هذا الشيء ونبي نحس إن المطبخ أكبر وأوسع. طريقة ثانية، إذا ما كنتوا راح تستخدمون البيبان الشفافة، حلو اختيارنا لبيبان الخشب أو بيبان المطبخ، تكون جدا بسيطة بتفاصيل قليلة، مثل المسكات تكون مخفية، الباب يكون كله لون واحد، نبتعد عن البراويز والفريمات اللي تعطيني نمط ستايل كلاسيكي. فإذا مطبخكم صغير وحابين انه يكون واسع، ابتعدوا شوية عن الستايل الكلاسيكي، لأن الستايل الكلاسيكي تفاصيله وايد، الاكسسوارات حلو ان احنا نبينها اكثر، لكن المطبخ المودرن نحب ان نكون بيبان سادة فاضية، ما يكون فيها وايد تفاصيل، ومسكاتها تكون مخفية، وكثر ما نقدر ان الاسطح تكون متساوية وفلات، فهذا هم يعطيني شعور ان المطبخ اكبر واوسع. اما نصيحتي الخامسة لكم، فهي الاضاءة. كثر ما صار عندنا إضاءة طبيعية في المطبخ، كل ما حسينا المساحات أكبر، ولكن أدري مو كلنا نقدر أن يكون عندنا شبابيك كبيرة في المطبخ، فلازم نعوض هذه الإضاءة بإضاءات صناعية، لكن ما نعتمد على الإضاءة الصناعية بس بالأسقف، حلو أن ندخل بعض الإضاءة في زوايا مختلفة من المطبخ، مثل under the counter، تحت الأرفف، ممكن إضاءات مخفية، إضاءات داخل الكبت، داخل الأدراج، وهذه كلها ممكن أن إحنا نختارها في وقت تصميم المطبخ، تضيف جمال للمساحة وأكيد شعور أن المكان أكبر وأوسع. وايد مهم ان احنا نحافظ على ترتيب المطبخ وان الاسطح تكون خاليه. ندري ان المطابخ ادوات المطبخ كثيره، عدتنا واغراضنا وايد، ولكن عشان انا احافظ على ترتيب المطبخ وان يكون شكله اوسع، حاولكم تخفونها وما تكون ظاهره على الاسطح. هذه تاخذني لاخر نصيحه ابي اقدم لكم اياها في هذا الموضوع، ان نفكر بتفاصيل دقيقه على حلول التخزين. كل ما عرفنا احتياجاتنا بالمطبخ وعرفنا شو الاشياء اللي راح تكون موجوده بالمطبخ، كل ما رتبنا تخزيننا بطريقة صحيحة. هني في معرض شركة الوزان المتحدة راح تلاقون وايد حلول للتخزين تساعدكم انكم تنفذون كل هذه النصائح اللي انا قدمت لكم اياها في هذا الفيديو. انصحكم انكم تزورون المعرض وتشوفون تصاميم مختلفة عن المطابخ، اختيارات مختلفة، واكيد بميزانية تناسبكم وتناسب احتياجاتكم. قولوا لي الحين عقب ما سمعتوا هذه النصائح، هل منكم طبق هذه النصائح وشاف فرق؟ واللي ما طبقها، هل حاس انه فعلا المطبخ كان شكله صغير؟ خلينا نعرف اكثر عن مطابخكم واحجامها. نشكر شركة الوزان لرعاية محتوى هذا الفيديو. شركة الوزان المتحدة عندهم خدمات متنوعة في عالم المطابخ، الابواب والمعدات المنزلية والتجارية، بالاضافة الى صناديق الودائع والمجوهرات الفاخرة. اذا حابين تعرفون اكثر لخدماتهم، انصحكم ان تزورون معرضهم. اليوم قناتنا صارت تضم أكبر عدد من الفيديوهات العربية المتخصصة بالتصميم والديكور،
فقراتنا متعددة، راح تلاقون معلومات، تصاميم، مقابلات وغيرها العديد من الفقرات اللي تهم المصممين، الهواة، وكل من يبحث عن أفكار لبيته. وعشان نستمر ونقدم المزيد، تابعوني وكونوا المشتركين بالقناة لمشاهدة جديدنا أول بأول.